تبدين حزينة، هل أذاك فرناندو؟ لا، بل على العكس، اتفقت مع فرناندو، وافق على فسخ الخطبة وألغى المباراة. هل أنت واثقة؟ لقد قال وأكد أنه... فلتطمئني، ما حدث هو أن فرناندو كان يفكر في أفضل طريقة ينهي بها الموضوع. أريد منكما معروفا، لا تسأله عن أي شيء، ومن فضلكما لا تغضبه. حسنا، اتفقنا. إذا كان ذلك سيساعد على إنهاء الكابوس فلن ننطق بكلمة، مفهوم؟ شكرا لك يا ماريا بيا. منذ لحظات كنت أعتقد أني سأصبح زوجة مونتيرو، ولكن الآن سوف أكون بجوار الرجل الذي أحبه بفضل مساعدتك. لا أدري كيف أرد جميلك هذا يا ماريا بيا. سأقول لك، أحبي ورع دييغو من كل قلبي، لأن هذا ما يستحق. هيا بنا. الأخت مريبية قالت إنها ذاهبة لأخيها، لكنها كذبت، كانت في منزل الحاكم. لكن لماذا تكذب علي؟ لابد أن أعرف. تبدو حزينا يا سيد أليخاندرو، هناك أمر يشغلك كثيرا، أنا أشعر بك. أنت تشعرين بي جيدا يا جمالاي، يبدو أنك لا تعرفين ما في قلوب الحيوانات فقط، بل ما في قلوب الرجال. أرجوك لا تخف، لا يجب أن تخاف من أي شيء كان، حتى من الموت نفسه. حتى لو كان موت أحب الناس، ها أنا ذا جالس هنا أقوم بصقل السيف الذي سيستخدمه غدا ابن دييغو، ربما هي آخر مرة يقاتل فيها. دييغو ليس لديه أدنى فرصة للفوز. لا تخف على ولدك، لأن أرواح أجدادي تستطيع أن تحميه. صليت كثيرا من أجلك. أنت صليت من أجلي؟ نعم، إنني مدينة لك، لأنك أنقذت حياتي وعالجتني من جروحي، والآن تحميني من عدوي. لو عرف الرجل ذو العين الواحدة بوجودي معك لقاتلك بكل تأكيد. فعلت ما شعرت في قلبي أنه التصرف صحيح، كان واجبي أن أحميك. والآن علي رد الجميل ومداوات ما تحس به من ألم. هذا ليس ألما جسديا، إنه ألم في روحي، ولا شيء يمكنك فعله. بل هناك شيء في إمكاني، ولا بد أن أفعله.